وقال لماذا تم تعديل اللوائح؟ عشان ادخل ناس انت غريبة؟ عارف، لا لا، علشان الجمعية العمومية جمعية هواة بتتحكم في منظومة محترفة، فبقوا يعملوا نوع من انواع تجميع الاصوات ويفرضوا نفسهم ويغيروا اللوائح بموجب ان اصواتهم اكتر، لان انت الاصوات اكتر، فتم صناعة اجواء يعني لا تقبل ان احنا نعيش عصر محترفين تاني. واحد مشاكلنا اللايحة والضوابط والقوانين، ظبطيها لما تتظبط. مين هيعدل اللايحة؟ مين هيعدل اللايحة؟ الاتحاد الجديد بقى. لا مين الاتحاد؟ ما هو الاتحاد الجديد هيجي نفس يا استاذ فتحي هيجي زي ما هو. بص بص، هنحل بنفس الحل التقليدي، هنغرق. انا حكيت لك هتغرق كل مرة يا استاذ فتحي. ما ينفعش حضرتك النهارده هذا المجلس لازم يمشي يا استاذ فتحي، كله زي بعضه. انا هكمل يا فندم. لا مش كله زي بعضه، كله زي بعضه. مش عايزين نحل، هنحل. انا حل. هيجي ناس ثانيه في نفس الطريق. هحل لسيادتك اهو. هو مين اللي بيدير كره القدم في مصر؟ اتحاد الكوره ولا مين؟ اتحاد الكوره ما بيعرفش يديرها. يبقى كلام زمان كان يفترض ان لازم يكون لعيب دولي يا فندم عشان يخش الانتخابات. انا هقول لحضرتك يا مدام بنيس، هذا المجلس يقدم استقالته ويروحوا عند الوزير ويكتبوا زي ما حصل من 2019 ويتوكلوا على الله، وفي الغرف المغلقه. اي حل غير اللي هقوله ده مش ممكن. في الغرف المغلقه هندور على ناس محترمين، ناس اللي بتقول عليهم اللي بيفهموا كره القدم، ناس اللي عندها خلفيه اداريه كرة. وهي اصلا لعيبه كوره، ما هو برضه مش لعيبه كوره. واحنا عايزين جيل جديد كمان. جيل جديد عندنا عندنا اللي عارف. يا فندم انا هقول لحضرتك اهو عشان الوزير سامع دلوقتي، هندور، هو هيدور واحنا كلنا هنساعد، هندور على مجموعه ناس بتفهم كره قدم وفي نفس الوقت عندهم خلفيه اداريه. ما انا مش هجيب لعيب كره قدم. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده لما جابوا المجموعه دي قالوا بنفس الفكره دي، هجيب مجموعه بتفهم. لا 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 يا فندم ما حصلش ده. دي كانت تغير لوائحك، هتشتغل على لوائحك وغير لوائحك وهتجيب كل الناس يا فندم. دي توريطه. طب دي توريطه اتحكم فيها. ده بجد انتخابات يا استاذ فندم. يا فندم بجد انتخابات. لا لا لا، هي مش انتخابات، مالناش دعوه. معلش لا لا لا، خلينا شكلاً بس شكلاً انا شفت ده انتخابات كده تمثيليه. انت عندك ما بين واحد خد 109 واللي بعديه خد 6 اصوات. ماشي. هو هيقول لك انا جاي بانتخابات. ليه ما تعترف؟ هو ورقه مترتب كده. دي تزكيه، دي تزكيه يا جماعه. غيروا من الاصل، من الجذور. الجذور بتاعتنا بايظه يا فندم. هذا متجهزه بالتزكيه زي ما مدام لابيس بتقول. هذا المجلس كه رتبه السيد هاني بريده بعد مع فيلم الكوميدي الدرامي المؤلم بتاع اللجان، وتفضلوا خدوا الاتحاد ده واشربوا بقى. واشربوا بقى. بص يا كابتن، احنا في مأساة كبيرة. اذا ما كناش صراحة فيها علي النعمة، التاريخ سيلعن هذا الجيل اللي محلش المشكلة. لازم الناس دي تستقيل، وبعدين الناس تقعد اللي بتفهم وتتلم وتجيب مجموعة كويسة وتفرضها على الجمعية العمومية، تفرضها. طيب ما بقتش انتخابات. لا دلوقتي بس ثواني، احنا كده برضو بعدنا. يعني ايه انتخابات؟ ايه يا كابتن؟ ما هي بقى تاني. بس ما هي تاني. ما تغير اللوائح، شيل الانديه. ما المجلس الجديد هيغير اللائحه ما دام ده. هو أيوة. اللائحه لا، لازم الوزاره تتدخل. طب وهو اللائحه هتتغير بالمجلس الحالي؟ وهو المجلس الحالي هيحب يغير اللائحه؟ مش هيغيرها. هو سعيد، هو عايش بقى له سنتين عايش في اليغمه مبسوط. اللي يجيب ان اللوائح لازم تتغير، الضوابط لازم، في فوق ايه قوانينك يا فندم؟ انا اللي هغير. انا مجلس الاداره الجديد هو اللي هيغير اللوائح. لا انا عايزه فوق ده، نبعد بعدين بصراحه. انا عايزه الرياضه لاهل الرياضه. طب هما الناس دي الفاشله دي قاعده بتعمل ايه دلوقتي؟ يعني قاعده بيجتمعوا وهيمشوا فيتوريا مثلا او هيدوروا على الكبش زي ما قال الكابتن ايمن. طالما هندور على كبش فده، دوروا على كبش حد، يبقى احنا هنفضل محلك سر. لان كل المنظومه زي ما حضرتك قلت والكابتن ايمن، المنظومه فاشله. ما عندكيش قاعده بتبني عليها، ما عندكيش ناشئين بتبني عليهم، ما عندكيش ثقافه، ما عندكيش محترفين. طيب ما احنا، ما هو في وسط المنظومه دي عايزه مجلس محترم.